برحب بحضراتكم مرة تانية، وأكيد طبعا بنتكلم كل تفكيرنا الفترة دي على مباراة فيتا كلوب طبعا اللي هتكون في الكونغو. كل التركيز في المباراة دي. لقاء كابتن محمود الخطيب مع اللعيبة بعد التمرين النهاردة كان مهم جدا، ان هو يحفزهم، ان هو يوصل لهم ثقة الجماهير فيهم. والحقيقة زي ما قلت يمكن المرة اللي فاتت، انه الدعم بتاع جماهير النادي الأهلي واصل جدا للعيبة، وانه يطلع دايما ترند انه جمهور الأهلي يثق بكم، وان احنا عارفين ان انتوا رجالة وقد المسؤولية، وياما اتحطينا زي ما احمد قال في مواقف كتير زي دي. والحمد لله يعني كان النتيجة ان الجمهور او لعيبة النادي الأهلي قادرة ان هي تطلع من الموقف ده، وان شاء الله هنشوف نتيجة إيجابية. خلينا نطمن اكتر على فرقتنا وعلى الأجواء في الكونغو الديمقراطية. معانا سيادة السفير حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو الديمقراطية. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خلينا نعرف من حضرتك كده، يعني الطياره هتوصل امتى، واخر الاستعدادات لاستقبال بعثه فريق النادي الاهلي؟ في الحقيقه الاستعدادات هنا شبه منتهيه ان شاء الله، احنا على تم استعداد لاستقبال الفريق. وفقا للمعلومات اللي وصلتنا من القاهره، بعثه النادي الاهلي ان شاء الله توصل حوالي الساعه 7:30 8 مساء هنا في الكشافه، يعني بقى الساعه 8:30 9 بتوقيت القاهره. ما عندناش توقيت محدد لان انا عارف مبنيين على رحله خاصه. الاستعداد في المطار، انا في الطريق دلوقتي بالفعل المطار بحيث نوصل ان شاء الله في توقيت مناسب قبل وصول البعثه. واستقبلنا الاستفاره وفد نادي فيتا، واطمنا انهم واخدين على الاقل الجزء اللي هم مسؤولين عنه بشكل طيب، وبقيه الحاجات اللي هم مش مسؤولين عنها انا بتنسيق مع الكابتن سمير عدلي ووفرناها الحمد لله، خاصة فيما يتعلق بوسائل الانتقال، لأن اللي موفره نادي فيتا أعتقد بالنسبة لمعايير النادي الأهلي مش كافي كسيارات وسيارات، فإحنا كملنا العدد ده من شركة خاصة هنا اتفقنا معاها خلال السفارة. غير كده اتكلمنا معاهم برضه في توقيتات التدريبات بالتنسيق مع الكابتن سمير، والمواعيد اللي اتفق بطلبها النادي الأهلي هم وافقوا عليها. هم في الحقيقة متعاونين بشكل كبير في تدريبين للفريق، في واحد منهم في توقيت المباراه ده اللي هيكون يوم الاثنين اليوم السابق للمباراه، والتدريب اللي بكره اللي هو الاحد ده هيبقى في توقيت المباراه هيبقى نادي فيتا نفسه، والاهلي يتدرب بعدين ان شاء الله في حوالي الساعه 4:30. غير كده كل الامور ان شاء الله، حجز الفندق، ترتيبات الوصول في المطار، كله ان شاء الله على خليني معالي السفيره اطمن من حضرتك، وطبعا مشكورين على الجهد الكبير جدا اللي بتبذلوه الحقيقه، مش بس مع الاهلي، مع كل المصريين الموجودين في الخارج. بس خلينا طبعا حضرتك، الاجواء ايه في الكونغو الديمقراطيه في الوقت الحالي في ظل طبعا بدايه ازمه كورونا؟ ويهمنا كمان نعرف الجو عامل، انا عارف انه يعني يمكن معظم في التوقيت ده الدول الافريقيه بتبقى درجات الحراره فيها مرتفعه، درجه الحراره، الرطوبه، العوامل الجويه بشكل عام. خلينا نبدا مثلا بالنقطه الاولى فيما يتعلق بالاجواء. في الحقيقه في احتفاء كبير بوصول النادي الاهلي هنا. هم بالفعل يعني يتعاملوا مع النادي الاهلي من منطلق القيمه الكبيره للنادي الاهلي في افريقيا. يعني احنا مثلا في وسائل الاعلام او حتى اصدقائنا مع نادي فيتا عارفين قدر النادي الاهلي كويس جدا، عارفينهم بيتعاملوا مع نادي القرن في افريقيا. عارفين وبيمثلهم نوع من يعني الابهار بالنسبه لهم ان بيصل الفريق الحاصل على ميدالية البرونزية في العالم الأندية تاريخ النادي الأهلي، فبالنسبة لهم طبعا وجود النادي الأهلي ده قيمة كبيرة جدا بالنسبة لهم. الحاجة الثانية فيما يتعلق بالكورونا والكلام ده كله، احنا اتكلمنا معاهم بالفعل فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية اللي هياخدوها عشان سواء وفقا لمعايير الكاف أو بالنسبة لحماية الفريق الضيف. فاكدوا انهم كتعقيم بغرف الملابس وادوات التدريب والكلام ده كله، قالوا احنا يعني احنا فريق كبير وعارفين بنعمل ايه وان شاء الله هناخد كل الاحتياطات اللازمه. ارتباطا بموضوع الكورونا طبعا المباراه بدون جماهير، بس هيبقى متواجد اجمالا بالفريقين بالاجهزه الفنيه بالدعوات بكله، قالوا انه وفقا لاشتراطات الكاف مش هيبقى فيه اكثر من 3000
شخص في الملعب شامل كله. هو اللي احنا عرفناه انه رئيس الكاف الجديد يمكن كان اول قراراته انه ماتشات البطولات الافريقيه هتلعب بدون جماهير. احنا تواصلنا يمكن في السادسه قبل كده مع بعض المسؤولين في فيتا كلوب وقال انه هيسمح بدخول حوالي 3000 متفرج لمتابعه المباراه، لكن يمكن الخبر النهارده انه الكاف اصدر قرار انه هيمنع حضور الجماهير في الماتشات الافريقيه. نفهم من حضرتك برضو اخر التطورات في الشان ده تحديدا. هو اخر تواصل بيني وبين نادي فيتا وده كان امبارح ان هيبقى في 3000، انما لو في قرارات جديده النهارده من الكاف انا ما اعرفش بقى يعني تطبق من امتى، من المباراه دي يعني تنفيذ فوري. انا في الحقيقه مش على درايه بالتفاصيل. اخر حاجه سمعتها منهم ان في 3000 في الملعب. طيب فيما يتعلق بالظروف الجويه في الكونغو الديمقراطيه في التوقيت الحالي برضو احنا عارفين الماتش هيتلعب بدري، ففي نفس التوقيت ده درجات الحراره بتبقى طبعا الساعه 2 الظهر المباراه هنا بتوقيت كينشاسا. في الحاله دي هتبقى يعني دي الدرجه العظمى بقى في خلال اليوم، هي يعني اعلى درجه حراره خلال اليوم هي الساعه 2 الظهر. عموما في ماتشات البطولات المحليه التوقيت ده طبيعي؟ يعني هل الملاعب هناك ما بتسمحش ان المباريات تتلعب بالليل او في وقت متاخر شويه ما فيش اضواء كاشفه، ولا تم اختيار الميعاد ده تحديدا عشان مواجهه النادي الاهلي؟ اغلبيه الملاعب هنا مش مضاءه، بس الملعب اللي هتلعب عليه المباراه ده هو مضاء. وقبل كده الاهلي كان النادي الاهلي كان هنا من سنتين بالظبط في مارس 2019 مع نادي الكيتا واتلعبت المباراه على الاضواء. المباراه دي هم مختارين الميعاد ده اعتقد بتاع الدين. درجه الحراره هتبقى يعني متوسطها في الفتره دي من السنه من 32 ل 35 درجه. بيصاحبها برضه درجه مش قليله من الرطوبه. فهي بتبقى يعني فتره في اليوم بتبقى صعبه بدرجه الحراره. بس الاجواء في الفتره دي متقلبه، يعني في احيانا بتلاقي في نفس التوقيت درجه الحراره اقل من كده بكتير والرطوبه مرتفعه فبتبقى مقبوله. فنتمنى في يوم المباراه ان شاء الله تكون درجه الحراره يعني معقوله ان شاء الله. نتمنى ده طبعا، نتمنى ده. بشكر حضرتك جدا سياده السفير حمدي شعبان. خليني اسال على الملعب معالي السفير، يمكن بدايه ملعب المباراه بيبعد قد ايه تقريبا عن فندق الاقامه؟ كمان اعرف لانه انا عارف الملعب ده نجيل صناعي، هل هيسمح للنادي الاهلي بالتدريب ايضا على ملاعب نجيل صناعي هتكون متاحه، ولا ده ممكن ما يكونش متوفر بشكل كبير؟ اولا الملعب مش بعيد عن فندق الاقامه. يعني بتتكلم في حدود من 15 ل 20 دقيقه. تمام. اما بالنسبه لطبيعه الملعب والارضيه النجيل الصناعي فاصلا الاهلي شوف تدريبين فقط خلال فتره تواجده اللي هم بكره الاحد وبعد كده يوم الاثنين والتدريبين على الملعب الرئيسي للمباراه. تمام. اعتقد ميزه كبيره جدا. بس انا كنت عشان بس بتاكد من نقطه النجيل الصناعي، لانه حضرتك عارف طبعا انه حساسيه اللعب على النجيل الصناعي بالنسبه للعيبه بتبقى محتاجه ان هم يتمرنوا عليها قبلها بفتره، وان كنت حتى اتمنى كمان معالي السفير بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق طبعا في مهمتكم مع النادي الاهلي بطل مصر وافريقيا في زيارته للكونغو الديمقراطيه.